التغيير بالنسبة إلينا بدأ يوم قدم حميد صلى الترشيح. اليوم أعضاء المجلس الوطني أصبحت عندهم قيمتهم اللي عمرها ما كانت. اليوم مثلا السي عبد الواحد تيبعث لنا برسالة تيقول لنا خدموا ضميركم، إذا خدمنا ضميرنا وجا التغيير. بدأنا ثانيا تيختمها بأخوكم، الحمد لله ما بقيناش نسمعوا سيدكم، تسمعوا أخوكم، هذا تطور وهذا تغيير. ولاو هاد الإخوان اللي السي عبد الواحد قال عليهم جاوا من الموقف وقال عليهم سيروا راه حاضرين في الاجتماعات وقال عليهم، صباح تيكتب لهم رسائل تيقول لهم اخوكم. هذا شيء جميل وتغيير حقيقي، تغيير حقيقي تنعيشوا داخل الحزب. وصبحوا اعضاء المجلس الوطني اتصال بهم ميساجات لي زيمايل نطقوا عليهم في الديور. الوقت اللي عمر شي عضو مجلس وطني ما كان تيتكلموا مع هاد الناس، واحد اعضاء المجلس الوطني راه معروفين، حتى اعضاء اللجنه التنفيذيه ما كانوش تيشعروا انه كاين المساواه. كنا دائما نعيش واحد الحاله ديال واحد المجموعه ديال الاسياد وتيتحكموا في رقاب الناس. الشعور ديال الجميع تيقطع 20000 درهم وتيقطع 10000 درهم، بس عبد الواحد تتوصلوا البركه ديالو حتى هو والامور مقسومه وغاديه. وهذا هو الهدف. الصراع اليوم شنو هو؟ صراع ما بين شعب اللي باغي يتحرر من هذه المعامله، والصراع ديال واحد العائله اللي مستحوذه. وتجي تقول لنا السي عبد الواحد انا ها الممتلكات ديالي، لا عطينا الممتلكات للحزب، ما تنهضرش على ممتلكاتك السي عبد الواحد. باب الحد براسه ماشي بسمية الحزب، دار مراسة اللي حداه ماشي بسمية، مثلا بسمية العائله. السي علال مزيان، السي علال كانت عنده هيبات من طرف المجاهدين والاباء ديالنا، الاباء ديال وليدات الشعب، تيضحيو من اجل الشعب، ما كانش يضحي من اجل العائله. ديور الجامع مازال تهضروا غير على الرباط، ديور الجامع المقراس كلها ديال الرباط ماشي باسم الحزب. تجي تقول لنا انا ها ممتلكات، انا ما تنحاسبكش، انا ماشي لاكور دي كونت تقول لك شنو هي ممتلكاتك. لا عندك اخو هذاك شغلك ما اجتهدتيش ما اشتغلتيش ما خدمتيش 65 سنه مازال تلبس الطابليه، ما باغيش تخدم الحزب، ما باغيش تعطي قيمه اضافيه، ما بغيتيش تطور، هذا شغلك. ولكن تنهضروا حنا على ممتلكات الحزب، الانتخابات داخل الحزب، واش انا عنده تعيين غادي يعينوه الناس باش يدير لي التصريح بالممتلكات؟ لا ما طلبناش من الناس، طلبنا منه ممتلكات الحزب اللي في التصريح الاول ديالو في الاخبار قال انها ممتلكات الحزب مباشره من بعد غيتحمل المسؤوليه غادي يسجلها في اسم الحزب. شويه عاود في الصباح قال لهم انا ما عندي والو، التريكات دي علال ما فيها والو، خاليه. فين هذا الشيء؟ هاد 20 يوم فين مشات هاد الممتلكات؟ لا قدر الله نوليو حزب ديال الماكله، ما عمرنا كنا حزب ديال الاكل. حزب استقلال حزب الفكر، حزب العقل، حزب البرامج. ماشي الو فلان الله يجازيك بخير غادي نجي نفطر عندك رمضان، نجي نفرق عندك الصيام. الراجل تيتحرج مسكين. هما ذاك الساعة يطلقوها في شي موقع، سي عبد الواحد الفاسي راه طلبوه دخل الأولى في رمضان، والسي عبد الرافع علاب جبد القرآن. نواب برلمانيين قالوا خصكم تحلفوا لنا، شكون السي عبد الرافع؟ أو وصلنا لهذ الحالة. وهذه الرجعية بمفهومها الواسع عند السي عبد الواحد، مازال حامل ذاك الفكر ديال زمان، واش حنا تنواجهوا أجنبي، واش تنواجهوا شي زعما، ما بقاش هذا عهد ديال اجي تقسم بالقران، هادو غادي ولي التاريخ. اقسم بالله الى تارك الصلاه، اقسم بالله انسان تارك الصلاه يحلف الناس زعما خطا، كل الامور واضحه. انسان لا يصلي، عمري ما شفت انا تيصلي.